السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نتحول أيها الأحباب الكرام من مكناس إلى أسفي مع أخينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيد الحاج. سيدي محمد حياك الله. الله يطولنا عمرك ونهارك كبير بارك الله. بارك الله فيك سيدي محمد. تبارك الله تبارك الله تبارك الله لك أستاذ. أعزك الله بارك الله فيك أخويا. محبوب محبوب ونتمنى منك الدعاء للوليدات والوالدين والعائلة. يا رحمن يا رحيم. وحشتك بزاف الله يعمرك الدار نطلبهم الله يجعل شي في ميزان حسناتك. اللهم أمين أخويا. اللهم أمين. عمل جبار مالي عمله وتعمل اللي كتقوم به والله. جزاك الله ألف خير هذا عمل بسيط أخويا نسأل الله الإخلاص. لا عمل عظيم عمل عظيم عند الله عز وجل. كل توفيق من الرحمن كله من عند الله. الله أكبر. انقطع الخط مع أخينا محمد من أسفي. سيدي محمد نشكرك أولا ونبلغ التحية الكبيرة المفعمة بالورود والأزهار لأهل أسفي وأسأل الله تعالى أن يزيدكم إيمانا ويقينا وصلاحا. وأهل أسفي معروفين عندهم واحد الولي صالح سيدي محمد رجل من الصالحين. يقال بأن الحج في المغرب كان قد منع ليس بسبب الوباء أو الطاعون وإنما بسبب قطاع الطرق وغياب الأمن. وحل فترة زمنية الحج لم يعد وأفتى الفقهاء وأصحاب الإفتاء أفتوا بأن الحج سقط على أهل المغرب نظرا لغياب الأمن وكان أي فوج يذهب إلى السفر كان لا يعود كان يقتل في الطريق وتغتصب النساء ويقتل الرجال وتنهب الأموال. فالفقهاء قالوا الأمن والأمان من مقاصد الشرع فأفتوا بتوقيف الحج وتوقف الحج لمدة 40 سنة في المغرب إلى أن ظهر رجل من الصالحين من أهل أسفي اللي هو سيدي محمد صالح. سيدي محمد صالح رجل من الأتقياء ومن أهل الورع لم يكن فقيه وإنما عنده علم بالكتاب والسنة متواضع لكن عنده عزيمة قوية وإرادة جبارة. فقال الحج ركن من أركان الدين كيف يبقى هكذا 40 سنة معطل. فجمع الشباب وبدأ بالشباب أهل أسفي ثم شباب بقية المدن والأقاليم والقرى المغربية وكونهم دار منهم عساكر دار منهم حل رجال الدرك ورجال الأمن. ثم بحث عن المدد وجاب الخيول وجاب الجمال والحمير والبغال وصنع السيوف والمدرعات وطلب من هؤلاء الشباب أن يرافقوا وفود الحجاج. ثم بنى امتدادا من أسفي إلى مكة المكرمة مجموعة من الزوايا على امتداد الخط الرابط بين أسفي ومكة المكرمة. كان الحجاج كيتمو غادين لمدة أيام ثم كيلقى واحد زاوية عبارة عن مسجد. المسجد هو غير الزاوية المسجد هو للصلاة فقط وتلاوة القرآن ودروس الوعظ والإرشاد لكن الزاوية هي محل للمبيت والأكل والشرب والنوم وغير ذلك وفيها التجمع للأذكار. فكان الناس يصلون إلى الزاوية فيجدون هناك حراس ويقومون بالسهر على سلامتهم وأمنهم فيأكلون ويشربون ويستحمون ويرتاحون ثم ذلك يستأنفون المسير. والشباب اللي صنعهم أبو محمد صالح كانوا كيمشي وفد وكيمشي وفد ومن ثم نجح الحج في المغرب. وسمعت عن هذا الخبر الدول المجاورة الجزائر وتونس وليبيا ومصر وموريتانيا فصنعوا مثل ما فعل هذا الرجل الصالح أبو محمد صالح بأسفي ومن ثم عاد الحج إلى عزه ورونقه. فأهل أسفي معروفين الحمد لله بقوة الإيمان وقوة الإرادة وقوة الصلاح والذكر. فاللهم يا رب يحفظهم واحفظ جميع أبناء البلد الأمين. أخي محمد
حفظك الله ورعاك الله وأصلحك الله، وأسأل الله تعالى العلي القدير أن يبارك فيك وأن يهل علينا وعليكم هذه الذكرى العطرة، ذكرى نبي الرحمة وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يهل علينا وعليكم بالمغفرة والرضوان والصلاح، وإن شاء الله يرفع ربنا قريبا هذا الوباء وتعود الحياة كما كانت أجمل بكثير بفضل الله وجود الله وكرم الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.